التزام جميعا التزام بشروط صحية، التزام جميعا بشروط صحية وتجعل الناس تسجل فيفا حالة إصابة، فجميعا نزيد الالتزام. ديال الوقاية الصحية ثانياً، السهر المستمر ديال ساكنة بوطاها على الاحترام ديال التدابير ديال الوقاية الصحية وديال التباعد الاجتماعي، ولكن جينا عندكم اليوم باش نأكدوا مسألة أخرى مهمة جداً، أن المعركة ضد الفيروس لا زالت طويلة ومستمرة. اليوم بعد تطويق جنان بوطاعة الحي اللي تزاد فيه الحالات هذه الايام التاليه، فاليوم حنا كمجتمع مدني مع الجمعيات وعون السلطه وقيادات سيدي بوجيده كنحاولوا اننا نزيدوا نوعيوا الناس والساكنه والاطفال والناس اللي ديجا ما تيديروش الكمامه وما تيحترموش التدابير الوقائيه، كنحاولوا نزيدوا نوعيهم اكثر اكثر باش اننا ما نطيحوش في حالات جديده في حالات كثيره، وكنكونوا ما تسنيناش تيتزادوا حالات جديده ولكن وعيناهم قبل ما يكثروا. الرساله ديالي هو الناس تاخذ الحيطه والحذر اكثر واكثر واكثر وتحاول تحمي راسها، حيت كل ما حمت راسها غتحمي ناس وحده اخرين. حنا في حي بوطاعه دابا جنب بوطاعه، تم الاغلاق ديالو بسبب الحالات اللي تكاثرت مؤخرا في هذا الحي، وحنا كجمعيه المجتمع المدني وبشراكه مع السلطات كنقوموا يد بيد باش نحاولوا نحسوا السكنه ديال هاد المنطقه. الرساله ديالي اللي نبغي نقول للمواطنين في هذا النهار هو انه كاملين خصنا نتحدوا، الوضع ولا محرج، خصنا ضروري نشوفوا حل هاد الازمه اللي كنعيشوا دابا. ارتداء الكمامه والحفاظ على النظافه والتحقيق، الله يجازيكم بخير العصر المغربيه امهات الاباء، حتى وليداتكم على الالتزام بشروط الصحيه، حتى العائلة ديالكم ما بغيناش حتى واحد فيكم يتخاف. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.